أثناء قيام أفراد سارية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران بشرطة طريق على مستوى السد الثابت بالكرمة، تم توقيف شاحنة تبريد نوع هيونداي قادمة من ولاية الجزائر باتجاه ولاية وهران، وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها تم العثور على أكثر من 15 قنطار من أحشاء البقر المجمدة كانت بصدد تسويقها بولاية وهران. بعد المعاينة البيطرية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، أين رفعت ضده المخالفات التالية: ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على سجل تجاري، عرض للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم احترام شروط النظافة الصحية. تم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب السلعة وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة إقليمياً.